تعالوا بقى نروح لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي أو رجال سلة الأهلي اللي هيلتقي نادي الاتحاد في رابع مباريات نهائي دوري السوبر، الفريق الأول لكرة السلة. طبعا ده بيست اوف فايف، انتوا عارفين 5 ماتشات لازم على الأقل تاخد 3 ماتشات منهم. النهارده الخميس عندنا اللقاء الرابع بين الأهلي والاتحاد السكندري، رابع مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين اللي بتقام بنظام بيست اوف فايف زي ما قلت لحضراتكم. ومن المقرر ان اللقاء النهارده يكون الساعة 9 ان شاء الله، وتقام على صالة استاد القاهرة، ودي بتمثل أهمية كبيرة جدا للجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطولة. أغوستي بوش المدير الفني للفريق حرص خلال المران الأخير ان هو يعني يركز على بعض التدريبات الدفاعية والتخصصية والرميات الثلاثية والريباوند مع شرح الأخطاء اللي ظهرت خلال المواجهات السابقة. طبعا فريق الاتحاد فريق قوي جدا، من الفرق مش من فرق، هو تقريبا المنافس الأقوى للنادي الأهلي في كرة السلة. يعني طبعا كان الاتحاد حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 71-69، والأهلي حقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، وفي المباراة الثالثة فاز الاتحاد بنتيجة 80-78. نتائج قريبة قوي زي ما انتم شايفين. فريق السلة دايما فرحنا وخدنا بطولات كتير جدا قوي في السنتين اللي فاتوا دول، واحنا وراهم وعندنا ثقه فيهم هيفرحونا باذن الله. فريق الاتحاد فريق كويس قوي، لكن في النهايه انت الاهلي بتلعب على البطوله وبتلعب على اللقب. توفيق لفريق السله النهارده، مباراه مش سهله، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون مباراه النهارده موفقه ونكسب. يمكن الوضع في كرة السلة تحسن كتير جدا 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 في السنتين اللي فاتوا. مستر إيجوستي بوش من الناس اللي أضافت كتير فعلا في الفرقة دي، لعيبة كتير ليها أدوار مهمة، البطولات اللي خدناها مش شوية، ولكن دايما النادي الأهلي عينه على الفوز. إن شاء الله بالتوفيق النهاردة، وإن شاء الله الأهلي يفوز ويبقى عنده فرصة للفوز في دوري السوبر.